تخرج 500 مقاتل من أبناء عشائر الرمادي بعد تدريبهم في قاعدة التقدم في الحبانية وضمهم إلى هيئة الحشد الشعبي، ليصبح عدد المتطوعين من عشائر الأنبار 4000 مقاتل تم رفد القطاعات العسكرية والأمنية بهم للمشاركة في تحرير مناطقهم. هيئة الحشد الشعبي أعلنت فتح باب التطوع لأبناء العشائر بعد تشكيلها للجنة مختصة للقبول، وتم صرف مستحقات المتطوعين السابقين. الدورة اللي تم استقبالها اليوم هي عبارة عن 500 مقاتل من أبناء الرمادي لتشكيل فوج أبناء العشائر، فوج الرمادي الأول، وهذه راح تتلقى تدريبات سريعة تم تجهيزها بالأسلحة والاعتداء، وتتلقى مختلف التدريبات، وإن شاء الله بالقريب العاجل راح يتم زجها مع باقي القوات الأمنية في معارك تحرير مدينة الرمادي والمناطق الأخرى ومسك المناطق لاحقا. جميع هؤلاء المتطوعين مكفولة حقوقهم الإدارية، عملية توزيع الرواتب وعملية ضمان حقوقهم في حالة الإصابات وفي حالة الاستشهاد، يتم معاملتهم معاملة أفراد القوات المسلحة العراقية بدون تفريق وبدون تمييز. شيوخ العشائر الحاضرون أبدوا إصرارهم على تطويع أبنائهم، فيما أكد المقاتلون عزمهم على المشاركة بالمعارك وإسناد القطاعات العسكرية. طوعنا أبناننا واليوم الحمد لله تخرج أول فوج من الحشد الشعبي، ونتمنى من الحكومة المركزية أو المسؤولين عن التسليح أن يسلحونه بالشيء اللي يليق بالمعركة اللي قادمة إن شاء الله. عقدنا العزم مع قواتنا الأمنية، مع الحشد الشعبي، مع المرجعية الرشيدة، مع كل الخيرين لتحرير محافظة الأنبار، وخاصة هذه الفتوى المرجعية أعطت دعم كامل وزخم للاتجاه نحو الأنبار لتحرير هذه المحافظة. اليوم تم تخرجنا من الدورات اللازمة، طبعا مارسنا التدريبات، أحدث أنواع التدريب، واستلمنا سلاح مستعدين للمشاركة بالأجهزة الأمنية التي سبقتنا لخوض المعارك في المناطق الساخنة التي اغتصبها داعش، ونوعد بالنصر قريب إن شاء الله. احنا صارنا 6 شهور تدريب بسلك العسكرية، وقبلها منذ 8 أشهر احنا لازمين السواتر لمواجهة داعش. فيما ناشد محافظ الأنبار الدول العربية والعالمية بالمساهمة الفعالة لتخفيف وطأة معاناة النازحين من أهالي الأنبار، وتقديم معونات إنسانية لهم، وتجفيف منابع الإرهاب حسب تعبيره. حافظ فيها أكبر عدد من المهجرين بسبب العمليات العسكرية، وبالتالي هذه العمليات التي نتجت عن العمليات العسكرية أو الوضع الإنساني نتيجة الأعمال الإرهابية يجعل المسؤولية على كل دول العالم أن تساعد أبناء المحافظة في توفير أفضل سبل العيش لأبناء المحافظة النازحين. كوكبة جديدة أكملت استعداداتها للالتحاق مع القطاعات العسكرية لتحرير المحافظة من داعش وطرده منها. من قاعدة التقدم في الحبانية، عمر العبيدي، الحرة.